البنات، جيت اليوم نوريكم المواد اللي خصنا ناخذو نهار الاول اللي غنتعلموا في الصلاه، كيف ما طلبوا مني بزاف ديال الاخوات داكشي اللي غادي نحتاجوه اللي غادي نتقداوه نهار الاول فاش نمشيو نتعلموا في الصلاه. كناخذوا مسطره صفراء اللي بحال هادي، بحال المسطره الصفراء الطويله، وكناخذوا البيروكي اللي بحال اللي هي هادي، ها هي كنديروا بها بحال التقويره او شي حاجه بحال هكا يعني في التركيز في الكم. وكاين من طبيعه الحال السنتيمتر باش كناخذوا العبار، وكاين المقاس، كاين الطباشير، كاين الفنيت. هذا الشيء اللي كنحتاجو نهار الاول، ومن طبيعه الحال الثوب. ونهار الاول راه كناخذوا الثوب، يعني الثوب عادي ابيض من نوع ديال بوبلين اللي كناخذوه هو باش كنديروا نتعلموا به لغلي، كنتعلموا به كيفاش نصوبوا بلاصه الصديفات باليد، لان كاين اللي ماشي اللي كيصوبوا بلاصه الصديفات، ولكن انا تنفضل من الاحسن الواحد يصوبهم بيديه نهار الاول باش يديه تعود على الابره وعلى الخدمه، ويكون عنده البراتيك مزيان كيفاش يخدم، كيفاش يهز الابره، كيفاش يجبد الخيط بحال هكاك. وكنتعلموا في داك الثوب لوغلي، كنتعلموا به لي فرونس اللي هما البنات، داك شي تكامش كيكونوا رقاق كيدوزوا، ما كيكونوش بحال تيبانوا لينا، ماشي لي بلي، ولكن هما لي فرونس كنديروهم بالخيط. وكنديروا به السورفيلاج، كنديروا لابانتايور، كنديروا البانتايور هو واحد الشكل عاود ثاني باش كنا نعرفوا منين ندوزوا بلا ماشين اللي غنخيطوا. المهم الثوب ابيض، انا كنصحكم تاخذوا الثوب ابيض هو باش تبداو النهار الاول، وكنخدموه باللون ابار عليه، تخدم يا اما بالاحمر باش نعرفوا الاغلاط ديالنا في الخدمه او في لوغلي او شي حاجه كتبان، ماشي بحال من بعد الا كنا معلمين راه كنخدموا اللون بلونو. ومن بعد مره اخرى راه نوريكم كيفاش تاخذوا المقاسات ديال الانسان اللي غنشدوا ليه العبار، وكيفاش غادي ناخذوا العبار يجي جوست، لان العبار الا خدينا المقاس للبسه وطلعت اللبسه زوينه راه خدينا المقاس مزيان، خديناه يعني مضبوط. دابا قلنا غادي نوريكم كيفاش ناخذوا المقاسات، ودابا وريتكم دابا هاد المواد الاوليه بعدا اللي غتقداو نهار الاول. وجدوا راسكم معايا ان شاء الله، وها انتم معايا. عليكم البنات، جيت نوريكم كما وعدتكم، نوريكم كيفاش تاخذوا العبار او تاخذوا المقاسات اللبسه اللي غادي تخيطوها. غادي نبداو بالكتف، غناخذوا العبار ديال الكتف من الراس ديال الكتف حتى للراس بحال هكا، وغناخذوا الكم من فين شدينا العبار ديال الكتف حتى للقياس اللي بغينا في الطول، وتناخذوا العبار ديال المقاس، يعني هو العبار ديال تندورو السنتيمتر اللور كما كنشوفوا هكا، كندورو حتى لهنا كيجي ضايق. غناخدو القياس كما كتشوفو هكا، هانتوما القياس اللي عندنا، وكنخليو قد هكا تقريبا بحال هكا لاباتخين، كنزلو هنا بخمسة وعشرين سنتيم، من هنا كنزلو بخمسة وعشرين سنتيم، كناخدو هاد القياس اللي كليكم هنا هاد المقاس بحال هكا، كنزلو من هنا حتى لهنا بثمانية وربعين سنتيم، وكناخدو المقاس ديال الحزام هو هذا مقاس الحزام، وهذا ديال المقاس ديال الصدر اللي خدينا قبيله، هنا كنزلو بثمانية وربعين كناخدو الحزام، كنزلو بستين سنتيم، كنزلو من هنا حتى لهنا بستين سنتيم، وكناخدو منطقة الحوض يعني لي هونش من هنا، هانتوما شوفو معايا، وديما كنخليو واحد القياس بحال هكا هادي، كنجيو كناخدو المقاس ديال الكمام فم الكم بحال هنا بحال هكا القياس اللي بغى الانسان، وكناخدو القياس ديال العنق كنجيبو السنتيمتر اللور، وكناخدو شحال بغينا في الكم، كنخليو ثلاثة ديال الصباع بحال هكذا، مثلا اللي عندو في الكتاف 40 راه كيكون عندو في العنق 40، هنا تيكون 40 من الكتف حتى الكتف، العنق تتكون 40 اللي هي هذه هي اللي كاينه عندنا هنايا، وغالبا تيكون عندنا 40 في الكتف، ماشي غالبا هذه 100
ديالش ملي الا الانسان الا كان شويه عامر الكتاف تيكون عندنا فيه 40 سنتيم، الكول كيكون عندنا فيه 40 سنتيم، والحزام كيكون عندنا فيه 40 سنتيم. الحزام الا قسمناه على جوج تيعطينا 40 سنتيم. هادو هما المقاسات ديالنا كما وعدتكم، وتنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو، وتنتمنى تتبعوا معايا ان شاء الله. دوك الناس اللي يطلبوني بزاف ديال الناس قال لك غادي يبغاو من الاول ديال الاساسيات ديال الفصاله، وكنتمنى لكم التوفيق. واللي عجبته القناه اللي ما تابوناش معنا مرحبا به، تابونا معنا، يفعل الجرس.